نروح مع حضراتكم ونستكمل حديثنا عن الحوار الوطني ومدى تأثير هذا الحوار الوطني على الشارع المصري ومدى تمثيله للمواطن المصري وقضايا اللي بتمس المواطن المصري. دلوقتي هيكون معانا على التليفون الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك، ويعني كيف يمكن لهذا الحوار الوطني بعد عام من التحضير والانطلاق الآن بجلسة افتتاحية أن يحدث تأثير على الشارع المصري، ويعني بالتأكيد كمان تأثير على القوى السياسية والأحزاب اللي يعني ما شفناش هذا الجمع بكم هذا التعدد يعني على طاولة حوار واحدة، بقى لنا فترة بنشهد حالة من يعني عدم الحيوية السياسية، لكن الحوار الوطني عاد يعني يجعل هذه الحالة يعني حالة في منتهى الإيجابية الحقيقة بالمشهد اللي احنا شفناه خلال الجلسة الافتتاحية. السلام عليكم ورحمة الله. السؤال شقين، تأثيره على المواطن المصري وتأثيره على الأحزاب. فيما يتعلق بالأحزاب، أظن أنه إذا الأحزاب استغلت هذه الفرصة الطيبة والعظيمة وقدرت تطور من نفسها ومن أدائها وتتواصل مع الناس وعندها كوادر حقيقية، أظن هتكتسب شعبية كبيرة في الشارع المصري على اختلاف برامجها المختلفة، وده تطور إذا حصل هيكون في صالح السياسة المصرية، وأتحدث هنا عن الأحزاب الشعبية المدنية. فيما يتعلق بانعكاس الحوار على الشارع المصري، كلما نجح افراد المتحاورين داخل الحوار نفسه مؤسسه الحوار الوطني، وهنا المتحاورين مش هم مجلس الامناء، مجلس الامناء عمل يعني القواعد وحط المحاور واختار اللجان والمقررين والمقررين المساعدين والقضايا نفسها وحط الاسس التي سيدار بها الحوار الوطني، لكن الباقي يعني سيتحاور هم ممثلوا القوى السياسيه والمجتمعيه والخبراء. بمقدار قدره او مدى قدره هذه الاطراف على ان هم يوصلوا الى توافقات بمساعده الامانه الفنيه ومجلس الامناء، توصيات متوافق عليها بين الجميع، بمقدار انه ده هيتحول الى قرارات او تشريعات، وبالتالي اذا تحول الى هذا الامر المواطن المصري سوف ينعكس عليه بجانب بطريقه مباشره. يعني على سبيل المثال هاخد قضيتين مهمتين جدا لكل المصريين، قضيه الزراعه والصناعه، ودول يعني لجنتين مهمتين في المحور الاقتصادي، وكل قضيه فيهم فيها موضوعات مختلفه. اذا قدر الحوار الوطني انه يطلع بتوصيات مهمه تدعم الفلاح المصري والمزارع المصري والمصنع المصري وتسهل له عمله، هيكون الحوار الوطني سينعكس ذلك على فرص عمل في الشارع، سلع مصريه مصنعه في مصر او تصنيع زراعي. مع بس احتياجنا ليه كمان استاذ عماد في يعني هذه التغيرات الدوليه والاقليميه يعني. طبعا انا اخترت قضيتين لانه طول الوقت دايما بنقول دعم الزراعه ودعم الصناعه. صحيح. في قضيه التعليم بقى وين المتحاورين انهم يوصلوا الاسس. قضيه التعليم بس عشان حتى لا اكون متشائما او من قبيل اقرار الامر الاخر، ستاخذ وقت، هي وقضيه الصحه بتاخذ وقت، ان هي محتاجه مش رؤى بس، محتاجه فلوس موارد كثيره جدا، سواء للطلبه او التلاميذ يعني، ومدارس وفصول وبنيه تحتيه، ورفع وتحسين اجور المعلمين، وبالتالي هتاخذ وقت. لكن لو قدرنا المتحاورين يضعوا اسس لاصلاح حاله التعليم، ده هينعكس على المواطن المصري في كل مكان، وهكذا نقدر نقيس على بقيه القضايا. عندنا ثلاث محاور، 17 لجنه، 113 موضوع، بيمثلوا تقريبا معظم المشاكل الاساسيه التي تعاني منها مصر منذ عقود، مش من سنوات بسيطه بس. برايك كيف يمكن يعني ان يتم تعزيز مخرجات هذا الحوار الوطني او ان نجعلها قابله للتنفيذ؟ المخرجات يعني كلما كان المتحاورون قادرين على الوصول الى توصيات متوافق عليها، كلما كان ذلك سيسهل تحويلها الى اجراءات او تشريعات. بمعنى انه اي قضيه سكانيه على سبيل المثال هي قضيه مهمه جدا في المحور المجتمعي. لو المتحاورين فيها قدروا يوصلوا لتوصيات محدده، هذه التوصيات ستتحول الى اجراءات من قبل السيد الرئيس او تشريعات يحيلها الى البرلمان، وبالتالي يعني سيتحقق يعني عائد جيد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وهكذا الامر ايضا بالنسبه لي، كلما استطاع المتحاورون ان هم يعملوا توافقات كثيره، ان هم يوصلوا الى حلول وسط. المشكله الكبرى تكمن ان بعض الاطراف احيانا تعتقد انها تمارس السياسه بمنطق الضربه القاضيه، ان كل واحد عايز
يا ابا بلاش، السياسه ما بتعرفش هذا المنطق، وبالتالي في القضايا المختلفه اللي هي موجوده تحت طاوله الحوار الوطني هناك قضايا كثيره جدا تحتاج الى توافقات، وتحتاج قبل الوصول الى التوافق الى ان يكون الجميع مدرك للواقع المعايش، بمعنى الاحلام المثاليه والتمنيات دي شيء الناس بتقول على الكنبه يعني، لكن في حلول سحريه، لا احد يمتلك عصا سحريه لحلول كل هذه المشاكل يعني. طيب بما ان حضرتك صحفي ويمكن كانت جلسه الحوار الوطني الجلسه الافتتاحيه تتزامن مع اليوم العالمي لحريه الصحافه ومساله حبس الصحفيين على اثر قضايا نشر، الى اي مدى ده ممثل في الحوار الوطني؟ الحوار الوطني منذ جلسته الاولى في شهر 7 اللي فات وحتى الجلسه 23 وهو يتحدث عن يعني يناشد السيد الرئيس طول الوقت الافراج عن المحبوسين، وتم الاستجابه للدبي بشكل جميل جدا، تم الافراج عن اكثر من 1400 شخص، والشكر موصول لكل من ساهم في تحقيق هذا الامر، ونتمنى ان يغلق هذا الامر بما يعني يفيد الدوله المصريه، وفي نفس الوقت لا احد يدعو الى الافراج عن اي شخص ارتكب عنفا او حرض على عنف، هذا امر مفروغ منه، لكن كلما استطعنا ان احنا ننهي هذا الملف ده موجود في صالح مصر بطبيعه الحال وشعبها وابنائها، وكمان الدوله المصريه مش بس افرجت على الناس دي، اعادت دمجهم في وظائفهم وحاجات زي كده. الجزء الثاني لهذا الامر ممثل في لجنه في المحور السياسي، في لجنه مهمه جدا عن حقوق الانسان وعن ملف الحبس الاحتياطي، دي قضيه في منتهى الاهميه. صحيح. سيتم بحثها في هذا المحور، وان شاء الله نصل الى حلول تحقق مصلحه الجميع ان شاء الله. يعني احنا بنتكلم في تقريبا 113 قضيه سيتم بحثها، ما بين قضايا اقتصاديه لقضايا سياسيه لقضايا تمس المواطن بشكل يومي. ترتيب الاولويات هنا بيكون عامل ازاي داخل الجلسات؟ ترتيب الاولويات احنا يعني طبيعه الحال الحوار غالبا هيبدا الحوار الفعلي بين المتحولين، يعني انعقاد اللجان هيبدا 14 يوم الاحد 14 مايو بالمحور السياسي. المحور السياسي هيبقى فيه لجنتين في اول يوم، كل لجنه 3 ساعات، يعني ظني انه ممكن يبقى مباشر في الحقوق السياسيه مثلا والاحزاب او اي لجنتين، بس هنا بمعنى الاولويه ما احنا لو خدنا لجنتين في الاسبوع الاول، الاسبوع الذي يليه يكون ايضا فيه لجنتين مختلفتين، فبالتالي ما فيش فوارق زمنيه كبيره تجعل يعني تجعلنا نقول ان هناك اولويات. لكن في نقطه مهمه، لن يتم الانتظار حتى تنتهي كل اللجان من اداء عملها لترفع التوصيات، لانه بهذا المنطق نظريا وعمليا ممكن بعض اللجان التي يوجد عليها توافق نسبي كبير لو خلصت اجتماعاتها على سبيل المثال بعد جلسه او اثنين ووصلت الى توافقات قد ترفع الى السيد الرئيس مباشره، لكن هناك قضايا شديده التعقيد ومتداخله ومتشابكه قد تستمر شهور، فبالتالي لا يعني ليس من الحكمه ان يتم رهن لجان تم التوافق بشانها على حساب لجان اخرى لم يتم التوافق، وبالتالي اظن ان احنا ممكن نصل الى يعني نبدا نسمع المخرجات في خلال اسابيع وربما شهور. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.